جيسبر كو فالي بيان. معكم كوثر من قناه كوثر لايف ستايل. فيديو تاع اليوم راح يكون واش تقدر تجيب لكم 150,000 يعني 1500 دينار جزائري هنا في اسطنبول. اكيد باللي راه تركيا اليوم 150,000 راهي تسوى بالتقريب 200 ليره تركيه. تقولوا لي كوثر كيفها عرفتي؟ هنقول لكم كيفها. عندكم اليوم سعر الصرف في الجزائر 100 يورو، 100 يورو راهي 2,250,000، وسعر اليورو هنا عفوا الريح راهو شويه، وسعر اليورو هنا في اسطنبول راهي 100 يورو راهي 2,960 ليره تركيه. ديروا معادله ثلاثيه شحال تجيب لنا 150,000 هنا في تركيا، تلقاو بالتقريب 196-197 ليره تركيه اللي هي 200 بالتقريب ليره تركيه. ما حش نجيب معايا البوزوك، ما حش نجيب معايا الصرف. وراح نستهدفوا هذا اللي يبيع هنا المواد الغذائيه، نديروا جوله ونعرفوا الاسعار واش تجيب لنا 150 ليره تركيه هنا في اسطنبول. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. هذه لا لهنا ونحطوا هنا المواد اللي راح نديوهم. قيس 200 ليره يعني قيس 150,000 دينار جزائري. اول حاجه حندي هذه ماشي كوكا كولا، هذه لو كولا راهي دير 12.5 ليره تركيه. كوكا راهي تخاسك واحد 17 ليره تركيه. الوغ نشري هذه، ما عندي حاجه، المهم جازوز. دي الحليب اللي هو 16.5 ليره تركيه. هنخلي لكم المجموع لهنا، ما حش نحسبه بصح نخلي لكم المجموع راهو 16.5 بعد ما كان 18.5. تمام. دي نسكافي بما انه ما كانش قهوه جزائريه في هذه المحلات، راح ندي هديه قهوه ديب جولد راهي دير 35 ليره ونص. كان مجموع 29 زائد 35 ليره ونص يعطينا. هندي كيتشوب تاعنا 29.5 ليرة تركية. هذا نورمالمون حلو باسكو كاين هذاك اجي اللي يكون حار. الو فوالا. ندي الفرينة هذه تاع 2 كيلو راهي 22.5 فيها كي 2 كيلو فوالا. هكذا راني نكتب لكم شحال لحقت، ما نقدرش نحسب دوكا، مي نكتب لكم شحال لحقت. ندي هذا الكاطو نشرب فيه الحليب راهو 6.5 فوالا. دوكا راني حندي المكرونه كانت 10.5 ولا 9.5 بعد التخفيض، ونحطوها في الصاله فوالا. حندي طماطم تاني راهي 34.5، هذه فيها بخيس كيلو 38 غرام دير 34.5، ونزيدوها للصاله ديالنا. ندي طماطم هنا ما نقدرش نعرف لو بري تاعها بصح نديرو بالتقريب، ندي واحد الرطل باسكو انا ما نشريش بزاف لانه الخضره تخسر، وندي غير على حسابي راهي 14.75 يعني نديرو واحد الرطل يجينا واحد 7 ليرات. داكوغ راح يكون 7 ليرات او 8 ما يهمش، المهم راح بالتقريب حتى لو زادت ليره او ليرتين ما يهمش فوالا. ثلاث ظروف تاع قهوه هذه 4 ليرات الوحده، راح نديو 3 اللي حتكون 12 ليره. ندي اليوغورت اللي راهو 13.75 ليره، وهنا نكونو ختمنا. نورمالمون هاكا تجيني 205 ليرات او 203 ليرات يعني بالتقريب 150 دينار جزائري. هادو قاع جابولي 150 دينار جزائري. هنا الساشي تاني مدفوعة اللي دير 0.25 قروش يعني اقل من ليره، وكيما قلتلكم سبحان الله جاتني فوالا. جاتني 205 ليرة هاديك مكتوبة، دقيقة 205.72 ليرة هي بالتقريب، هي بالتقريب 150,000 دينار. قلتلكم ما قدرتش نهدر الاز، جاتني 205 ليرة يعني من الجزائري. تعرفوا واش يجيبوا لنا لهنا في تركيا. جيسبر يكون عجبكم هذا الفيديو، راح يكون المحتوى ان شاء الله ضارب بزاف الايامات الجايين وراح يعجبكم بزاف.
هنا في تعليقاتكم ماذا بيا تقولوا لي، اسكو الاسعار مناسبه غير مناسبه؟ كيفاش تشوفوا المعيشه هنا في تركيا، خصوصا الناس اللي جايه كسياحه فقط هنا باش تاخذ نظره على الاسعار؟